مع دخول الحرب شهرها الرابع، حماس تكشف 4% من سكان غزة بين قتيل ومصاب ومفقود وقرابة 2 مليون مشرد. نتنياهو يوجه بالدعوة إلى سيدرويت على حدود غزة في فبراير، ورئيس أركانه يلوح بحرب ثانية لإعادة المستوطنين إلى الشمال. بلينكين يحذر الحرب بين إسرائيل وحماس قد تنتشر في المنطقة برمتها وتهدد الأمن في الشرق الأوسط. هجمات الحوثيين أثرت على 20% من عمليات الشحن الدولية، وواشنطن تؤكد أن حارس الازدهار ليس لحماية سفن إسرائيل. مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية، فمع دخول الحرب في غزة شهرها الرابع، أعلنت حركة حماس عن ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى قرابة 30,000 بين قتيل ومصاب ومفقود بمعدل 4% من سكان القطاع، كما أكدت تشريد قرابة 2 مليون حتى الآن. لقد بلغ عدد الشهداء حتى اللحظة 29,722 شهيدا، من بينهم 10,000 طفل و 7,000 امرأة. أما الجرحى فهم 58,166 من الجرحى والمصابين. هذا يعني أن 4% من سكان قطاع غزة هم بين شهيد وجريح ومفقود. اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية، وشنت حملة مداهمات واسعة في عدد من الأحياء السكنية. شباب، هاي الجيش عند الإنجليزية صافي، هم بتحركوا. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 3 أشخاص بينهم طفلة عمرها 4 سنوات برصاص القوات الإسرائيلية عند حاجز بيت أكسا العسكري شمال غربي مدينة القدس. ونقلت الوكالة عن شهود عيان القول إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه سيارتين أثناء مرورهما عبر الحاجز بحجة محاولتهما تنفيذ عملية دهس. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لمختلف الوزارات بالاستعداد لعودة المستوطنين إلى بلدة سيدرويت المحاذية لقطاع غزة بحلول 4 فبراير المقبل. وزارة الدفاع الإسرائيلية ردت على تعليمات نتنياهو بأن الظروف الأمنية تسمح بعودة السكان إلى البلدة وأنه لا يوجد عائق أمني يحول دون ذلك.
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرسي هليفي إن إسرائيل ستعيد المستوطنين إلى الشمال إما عن طريق الضغط على حزب الله أو من خلال حرب أخرى. وأردف هليفي أن الجيش يواجه تحديات في ساحات كثيرة، ولا يزال تحقيق أهداف الحرب يتطلب طريقا طويلا، مؤكدا أن إسرائيل ستظل في حالة حرب في غزة على مدى العام. حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد تنتشر بسهولة وتهدد الأمن في كل أرجاء المنطقة. وشدد بلينكين على عودة المهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم في قطاع غزة، مؤكدا رفض بلاده دعوات الوزراء الإسرائيليين للتهجير خارج القطاع. يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم في أسرع وقت، ولا يمكن أن يتم إجبارهم على مغادرة غزة. نرفض التصريحات التي صدرت عن الوزراء والمشرعين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. طالبت وزيرة الخارجية الألمانية الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى عملية عسكرية أقل شدة، كما أكدت أنه يجب ألا يكون هناك تهديد من غزة لإسرائيل، ويجب أيضا ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي آخر في غزة. على الجيش الإسرائيلي أن يفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة، ويتعين عليه أن يجد سبلاً لمحاربة حماس دون أن يموت أو يصاب عدد كبير من الناس. إن معاناة عدد كبير من الأبرياء لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. نحن بحاجة إلى عملية أقل شدة. في المستقبل يجب ألا يكون هناك تهديد من غزة لإسرائيل. وعلى كل حال هناك شيء واحد واضح، غزة ملك للفلسطينيين ولا يجوز طردهم من غزة. يجب ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي آخر في غزة أو مستوطنات إسرائيلية هناك. نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان إسرائيل أن حربها على قطاع غزة ستتواصل خلال عام 2024، وقالت إن ذلك يكذب أحاديث إسرائيل عن وضع القطاع بعد انتهاء الحرب. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تواصل محاولاتها لتسويق جملة من المواقف التضليلية للرأي العام العالمي والدولي لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب من خلال الحديث عن اليوم التالي للحرب. وأردفت الخارجية الفلسطينية بأن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد ولا تريد أن تحدد تاريخا محددا لهذا اليوم. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن الحرب على قطاع غزة ستستمر خلال عام 2024. كشفت منظمة الصحة العالمية عن تعرض المستشفيات والبنية التحتية الطبية الحيوية في غزة والضفة الغربية للهجوم حوالي 600 مرة منذ اندلاع الحرب في القطاع. وأدت الهجمات على المرافق الصحية إلى مقتل حوالي 613 شخصا، فيما أصيب أكثر من 770 آخرين، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بالهجمات على مراكز الرعاية الصحية. اكتظت مدينة رفح بشوارعها الرئيسية والفرعية وأزقتها وكل ساحاتها ومساحاتها بخيام النازحين الذين يتوافدون من كل أرجاء غزة إلى المدينة الواقعة جنوبي القطاع، لتصبح المدينة الأكثر كثافة سكانيا في العالم.
بعد أن كان شارع صلاح الدين شاهداً على رحيلهم إلى الجنوب أصبح خالياً، فاكتظاظه انتقل إلى رفح ليتحول المشهد فيها من مدينة كانت تؤوي 300,000 نسمة إلى البقعة الأكثر كثافة في العالم، وكيفما كانت الزاوية مأساة عن قرب، حتى تلك التي التقطتها الأقمار الصناعية توحي ببؤس هجرة قسرية، بل إنها وصفت بغابة خيام. كنا زحنا من أسكر جبال عمان ومن هنا طالعين عرفة، شرد مطبخ علينا، ولا مية ولا كهرب ولا أكل ولا شرب. تضاعفت الأعداد ما يصل إلى 4 مرات في رفح الحدودية، ومعها ضاقت السبل على قاصديها، فهذه المحافظة الواقعة في أقصى جنوب القطاع لا تتجاوز مساحتها 60 كيلومترا مربعا، أي تشكل 15% من إجمالي القطاع. ومع الحرب باتت تعج بأكثر من 1,300,000، بمعدل 16 شخصا لكل متر مربع يتوزعون ما بين الخيام والعراء. زحام وكأنه يوم القيامة، يصف النازحون رفح التي باتت خدمتها مرتبكة بتكدسها، ففي كل شبر تنصب خيمة. إحنا شعب لازم نعيش حياة حرة كريمة، لازم يوقف الإرهاب هذا كله. إيش ضل فيها؟ بحشرونا في الزاوية، أخريتها وين إحنا؟ الحرب هذه يوقفوا المهزلة هذه يا أمي، يوقفوها بكفي، والله بكفي يا أمي. الناس تعبت، هجت الناس، صارت تجري بدون وعي. مشوا بتثاقل من محطة إلى أخرى، فحتى وصولهم إلى رفح ذاقوا فيه مرارتين، مرارة الطريق ومن ثم الفقد. مش فيش أي تنظيم ولا فتح ولا حماس ولا أي تنظيم، احنا ناس مواطنين مسلمين شاردين من غزة زي ما برحلونا، رحلونا من منطقة لمنطقة واستقرينا في أرضه. احنا مش عارفين هذا ايش اللي بيصير، نساء في كل مكان، شوف الجثث، شوف الجثث، شوف الأطفال، شوف الأطفال البن أدمين الصغار، شوف الأطفال، مش عارفين هذا ايش اللي بيصير فينا، مش عارفين ايش اللي بيصير فينا. في كل مكان في قصف، في كل مكان، من الشرق للغرب، من الجنوب للشمال، كل مكان في خطر. كل أطفال العالم بيلبس الغسيل نظيف، إحنا بنلبسه بطعم البارود وبريحة البارود. مضت 3 أشهر ولم ينسوا منازل يشتاقون لجدرانها، فكل شيء أمام العودة إلى وسط وشمال القطاع يهون، عدا أن يكتب مصيرهم في خيمة. إسراء الصغير، الحدث. قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة. وأوضحت المنظمة أن تقارير منظمة اليونيسف تفيد أن 1,000 طفل في غزة فقدوا إحدى سيقانهم أو كلتيهما منذ بداية القصف الإسرائيلي على القطاع. وأضاف البيان أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال تمت دون تخدير، ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في القطاع. وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها. هذا وأفادت صحيفة جيروسلم بوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم التقدم بقانون من شأنه إخضاع أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى الذين يحضرون مناقشات بشأن قضايا الأمن القومي لاختبارات لكشف الكذب. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن نتنياهو عزى قراره إلى أنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، مضيفا: لدينا وباء من التسريبات وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا.
تتالت ردود الفعل الغاضبة في الأردن تجاه تصدير الخضروات والفاكهة إلى إسرائيل بعد الكشف عن أسماء تجار مشاركين في عمليات التصدير، في حين عمد البعض على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوزت ردود الفعل حدود الغضب الشعبي لتنتقل إلى الحكومة، إذ انتقد وزير الزراعة الأردني خالد حنيف مصدري الخضروات والفاكهة لإسرائيل، على الرغم من أنه أقر بأن هذا التصدير يحدث بالفعل منذ ما يزيد على 30 عاما. نحن أعلننا بوضوح أننا نرفض تصدير الخضار والفواكه إلى الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال. وقفنا أمام وزارة الزراعة وأمام المعبر، واليوم نقف أمام سوق الخضار المركزي لنقول للتجار والسماسرة الذين يرسلون الخضار والفواكه: أنتم تتاجرون بدماء الشعب الفلسطيني ودماء الشعب الأردني. الشعب الأردني مجمع والدولة الأردنية مجمع على إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. اليوم هؤلاء يخرقون هذا الإجماع، يسيئون إلى موقف الدولة الأردنية وللشعب الأردني، ولذلك الحقيقة يجب نبذهم وحصارهم ونعتبرهم خونة. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر أثرت على 20% من عمليات الشحن الدولية. هذه الهجمات أثرت بشكل مباشر على المواطنين والشحنات والمصالح التجارية لأكثر من 40 دولة، كما تسببت في تحويل أكثر من 20% من عمليات الشحن الدولية. أكثر من 12 شركة شحن قامت بتحويل آلاف السفن باتجاه رأس الرجاء الصالح، ما تسبب برفع التكلفة وأسابيع من التأخير. أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ أن تحالف حارس الازدهار هو تحالف دفاعي لحماية التجارة العالمية وليس لحماية السفن الإسرائيلية، موضحا أن مهمة حماية السفن قضيتهم المجتمع الدولي وليس الولايات المتحدة فقط. أولا لازم أؤكد أن هذا التحالف جديد هو تحالف دفاعي فقط، ليس هناك أي فكرة وراء هذا التحالف حرس الازدهار، بمعنى أن هي ستكون تحالف قتالي، هي ستشن هجمات. لا، هو تحالف دفاعي فقط لحماية التجارة العالمية، ليس لحماية السفن الإسرائيلية أو التجارة، لا، لأن لازم ندرك حجم التجارة العالمية التي تمر عبر باب المندب وبحر الأحمر. ولازم ندرك أيضا نقطة مهمة أخرى، أن هذه الهجمات من الحوثيين تؤثر وتضر على الشعب الفلسطيني والمصريين والأردنيين واليمنيين وكل الشعوب في المنطقة. المساعدة الإنسانية التي المجتمع الدولي يقدم إلى الشعب الفلسطيني سيكون ارتفاع في الأسعار بسبب هذه الهجمات الصاروخية من الحوثيين. إذا الولايات المتحدة ترى أن هذه الجهود لحماية السفن التجارية العالمية مهمة ليس فقط للولايات المتحدة أو حلفاؤنا في المنطقة، ولكن للعالم بإكماله. لوحت إيران بحرب شاملة مع من وصفتهم بالأعداء. تهديد جديد جاء على لسان القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أمر يزيد المخاوف من تعطيل الملاحة البحرية العالمية في المنطقة، والتفاصيل في التقرير التالي. من هذا الميناء في بندر عباس تلوح إيران بشن حرب شاملة مع من وصفته بالعدو وخوض معارك في البحار البعيدة. تلويح جاء مع إطلاق أحدث بوارجها الحربية. التهديد الجديد جاء على لسان القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، فالرجل توعد العدو دون تحديد هويته بأن بلاده تعمل على تأمين خطوطها الملاحية وتزويد البحرية بقدرات تشمل مدى الصواريخ
وقوة الإبحار لمسافات طويلة، لأن استمرار المعركة مهم للغاية. تصريحات قائد الحرس الثوري خرجت بمناسبة إطلاق البارجة أبو مهدي المهندس، السفينة الحربية الثانية من فئة سفن قاسم سليماني. البارجة تعتبر منصة إطلاق صواريخ كروز بمدى يصل بين 35 إلى 750 كيلومتراً، عدا عن كونها منصة لإقلاع وهبوط الطائرات المسيرة عمودية الإقلاع. ومع استمرار هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية، يزيد الوعد الإيراني المخاوف من تعطيل الملاحة البحرية، وإن كانت طهران تنأى بنفسها عن إدارة قرارات ما يسمى فصائل محور المقاومة. فسلامي نفسه كان قد نأى ببلاده عما يلهب المنطقة، حتى عندما خسرت أبرز قادتها رضي موسوي. سيد رزي موسوي. رضي موسوي كان واحدا من أكثر القادة خبرة وتأثيرا في الحرس الثوري، وكان له تأثير في التنسيق بين الجبهات، لكن نؤكد أن هجوم حماس عملية فلسطينية خالصة، والانتقام لسليماني عملية منفصلة. بين هذا الكلام وما بعده من وعيد، يبقى التنفيذ رهينة الأيام القادمة، خصوصا أن التجارة العالمية بخطر، وواشنطن وحلفائها عازمون على حمايتها. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، وذلك بإغلاق الحقل بسبب احتجاجات محلية. وقالت المؤسسة في بيان إن الإغلاق تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية، كما أوضحت أن المفاوضات جارية مع المحتجين لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت. دشن الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه بهجوم هو الأعنف على ترامب، حتى وصل إلى وصفه بالنازي والديكتاتور. ومن الآن وحتى 5 نوفمبر المقبل، أي 2024، موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فإن هذه الحملة لن تهدأ على ما يبدو. سلوك يتجاوز حدود اللباقة، هكذا وصف أنصار جو بايدن انتقاد الرئيس الأمريكي السابق ترامب لتأتأة بايدن وتلعثمه أثناء حديثه. لكن ترامب المتنمر كما أسماه أنصار بايدن لم يكتفي بالسخرية على الرئيس الأمريكي فقط. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. I'm not going to do it. بايدن بدوره دشن خطابه بهجوم يعد الأعنف على ترامب، وصل إلى مقارنته بالنازيين. He talks about the blood of America as being poisoned, echoing the same exact language used in Nazi Germany. الاتهامات المتبادلة بين بايدن وترامب تظهر أن الولايات المتحدة ستكون حتى موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر القادم
أمام أشهر ساخنة جداً ومليئة بالاتهامات التي قد تتجاوز الحدود في الكثير من الأحيان. بايدن بحسب تقارير صحفية يتخلف عن ترامب بهامش قليل وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فيما يواجه ترامب العديد من الملاحقات القضائية، مما ينبئ بحرب مستعرة بين الرئيس الحالي جو بايدن وخصمه اللدود دونالد ترامب لن تهدأ قبل فوز أحدهما. أقدر متابعتكم وإلى اللقاء.